السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متتبعي هذه القناة العلمية، أهلا بكم أبنائي الأطباء والطلبة والمعالجين في الحلقة الثالثة من موضوع من أهم مواضيع جراحة العظام، ألا وهو هاند بين، ألام اليد. في هذا الجزء الثالث من موضوع هاند بين، ألام اليد، سأتطرق إلى قضية طالما شغلتني حتى على المستوى الشخصي وليس فقط من ناحية التدريس ومن ناحية الحالات التي كنت أتابعها وأعالجها في مسيرة حياتي المهنية، وهي الاعتلال العصبي للأطراف، بريفرال نيوروباثي. وسأقدم الآن الجزء الأول من هذا الحديث. كثير من الناس في المجتمع، رجال ونساء، صغار وكبار، يعانون من ألام الأطراف اللي هي مصدرها الاعتلال العصبي. وعلاوة على ما يصاحب هذه الحالات من ألام، هناك أيضا حالات كثيرة جدا تعاني من ضعف عضلي في الأطراف وخصوصا في اليدين، حيث تصبح وظيفة اليد قاصرة وغير قادرة على القيام بما كانت تقوم به من مهارات متعددة ومتنوعة في الحياة اليومية. ولكن قبل ذلك وكالعادة نلقي نظرة على جانب الأناتومي، التشريح، ونتعرف على خصائص اليد من الناحية التشريحية. فهناك كما نعلم نوعان على الأقل من الجهاز العصبي، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. نحن سنتحدث في هذا المقام عن الجانب الطرفي، يعني الأعصاب الطرفية التي تنتمي إلى النخاع الشوكي مباشرة وتتفرع في فروع دقيقة جدا لتشمل كل الأطراف العلوية والسفلية، ومنها ما يصل إلى اليد على وجه التحديد. هذا الجزء الذي نسميه Peripheral Nerve System أو الجهاز العصبي الطرفي له خصائص عديدة جدا، وله أيضا أمراض متعددة، وسنحاول في هذا الجزء من الحديث أن نوجز الكلام بحيث يشمل فقط ما يخص اليد، لأن هذا هو صلب موضوع حديثنا. وربما في لقاءات أخرى سنتحدث عن جوانب أخرى من جوانب الـ Peripheral Nerve System. فكما نعلم تأتي فروع عديدة جدا من الـ Brachial Plexus اللي هو الضفيرة العضدية العصبية من جهة العنق، تفرع عدة أعصاب، أهمها الأعصاب الخمسة اللي تجي للأطراف العلوية، وتنتهي في اليد منها ثلاثة أعصاب أساسية هي راديال نيرف، ميديال نيرف، ألنر نيرف، ثلاثة أعصاب. هذا الشكل التوضيحي يبين لنا مسار الأعصاب الثلاثة راديال نيرف، ميديال نيرف، ألنر نيرف. العصب راديال نيرف يأتي على ظهر اليد، يأتي ويمتد على ظهر اليد بتحديد، والعصب ميديا نيرف وكذلك الألنا نيرف يأتي على جهة الجهة المقابلة اللي هي الجهة اللي نسموها عادة البالمر سايد. هذه الأعصاب الثلاثة لها خصوصية خاصة ويجب أن نهتم بها كأطباء وكمعالجين اهتمام خاص، لأن لكل عصب له ظروفه الخاصة وله مشاكله الخاصة، وبالتالي فالعلاج يختلف
من حالة إلى أخرى. نبدأ أولا بالريديان نيرف. الريديان نيرف يأتي على ظهر اليد بالتحديد. يبدأ الريديال نيرف أولا في جهة العنق، كما قلنا ينبع من الضفيرة العضلية و ينتقل من الكتف إلى العضد إلى المرفق ثم إلى الذراع إلى أن يصل منطقة الرسغ، وفي منطقة الرسغ يتفرع إلى عدة فروع كثيرة جدا على ظهر اليد، أهمها تلك التي تغذي العضلات التي تقوم بوظيفة المد أو البسط، نسموها extensors. إذن هو عصب مهمته تغذية العضلات التي تقوم ببسط الأصابع. وإذا ما حدث خلل في هذا العصب اللي هو radial nerve، نجد المرضى سواء كانوا كبار أو صغار يعانون من صعوبة في بسط الأصابع، في مد الأصابع وكذلك في مد منطقة الرسغ، ويشعرون بضعف في قوة اليد، ويساعدوا يدهم المصابة هذه باليد الأخرى ويحاولوا تدليك هذه اليد لعل العصب يستجيب وينشط. وقد يصاب الصغير والكبير، الفتاة والصبي والرجل والمرأة بهذه الحالة اللي هي تخص الراديال نيرف. وقد يكون هناك آلام في منطقة العضد، يعني فوق من مستوى المرفق قليلا أو في منطقة الكتف كذلك، يكون سببها اضطراب أو عطب أو خلل في هذا العصب، أو قد يكون الألم أيضا في منطقة الرسغ أو في الأصابع، بحيث يلاحظ المريض أنه لا يستطيع أن يفرد أصابع أو يمدهم أو يبسطهم أو يرفعهم إلى أعلى. هذا الرسم يبين مسار العصب اللي هو الراديال نيرف، كيف أنه تفرع من الضفيرة العضلية البريكيال بلكسس ثم وصل إلى منطقة المرفق فمنطقة الذراع، وكيف أنه يغذي العضلات التي تقوم برفع الأصابع أو بسط الأصابع ومدها ورفعها إلى أعلى. وإذا تفاقمت الحالة يصاب المريض بما يسمى بالدروب هاند، يعني سقوط اليد إلى أسفل لا يستطيع أن يرفعها إلى أعلى. حتى إذا كان مثلا أراد أن يتلقى بوجهه مثلا بيديه على وجهه، أو عندما يسقط يتلقى بيديه، فنجد أن يده المصابة لا تستطيع أن تقوم بحركة الحماية كما هي في اليد الأخرى السليمة. وننتقل بعد هذا إلى العصب الثاني أيضا له أهمية خاصة اللي هو الميديان نيرف، العصب الأوسط. وهذا الرسم التوضيحي يبين مسار العصب الأوسط ميديان نيرف، وكيف أنه يأتي من جهة الرسغ ويمر خلال نفق دقيق جدا، سبق أن تعرفنا عليه في محاضرة أخرى سميناها متلازمة النفق الرسغي كاربل تونل سيندروم. قلنا لما يصير ضيق في هذا في هذه في هذا هذه القناة يحدث آلام في أصابع معينة يغذيها الإصبع من حيث الإحساس، هي إصبع الإبهام والسباحة أو السبابة والإصبع الأوسط الطويل ونصف الإصبع الخاتم اللي هو رينج فينجر. إذن هو عصب له وظيفة حسية، وهذه شريحة أخرى تبين مسار العصب الأوسط وكيف أنه يتفرع إلى عدة فروع ويصل إلى الأصابع ما عدا نصف الإصبع الخاتم والإصبع
الأخير أو الصغير فليه عصب خاص اللي هو الأنر نيرف، والذي لا يمر من خلال النفق الرسغ وإنما له نفق خاص به. وننتقل إلى العصب الثالث بالنسبة لليد اللي هو الألن نيرف، له خصوصية خاصة كما سنرى. هذا العصب اللي هو الألن نيرف له وظيفة حسية بالإضافة إلى وظيفة أخرى لا تقل أهمية اللي هي الوظيفة الحركية، سنتعرف عليها بعد قليل. ويجب على الطبيب والمعالج أن يعلم أن لهذا العصب اللي هو الألن نيرف أيضا مسار مهم للغاية في منطقة المرفق، لأن كثيرا ما تكون الإصابة في هذا العصب في هذه المنطقة بالذات اللي هي منطقة المرفق كما سنرى لاحقا. ويتشعب العصب الألن نيرف إلى عدة فروع، عدة أقسام دقيقة جدا نلاحظها في هذا الرسم بالتحديد. نجد أن هي متشعبة نظرا لأن ليه عدة مهام حسية، مهام حسية ومهام حركية أيضا كما نلاحظ في هذا الرسم. فعندما يصاب بعطب أو خلل أو أي مشكلة، إصابة مثلا في حادث، فإن هناك عضلات معينة في داخل اليد تصاب بالضمور بالضعف العضلي ولا تستطيع أن تقوم بمهمتها كما ينبغي، بل يبدو عليها الهزال والضعف نتيجة إصابة الفروع اللي هي حركية من العصب، نسموها motor branches of ulnar nerve. وهذا رسم بيبين بوضوح التفرعات الخاصة بالألنر نيرف، ونلاحظ أن هناك قناة طبعا يمر من خلالها، بالإضافة إلى أنه بيغذي عضلات معينة تقوم بالحركة، وبيغذي طبعا إحساس في الأصابع الرابع والخامس رينج فينجر والليتل فينجر كما سنرى فيما بعد. وبهذا وصلنا إلى ختام هذا الجزء الثالث من الحديث عن موضوع ألام اليد هاند بين، وخصصنا الحديث فيه لموضوع البريفرال نيوروباثي الاعتلال العصبي للأطراف، وخاصة للأعصاب الثلاثة ريدين نيرف ميدين نيرف ألنا نيرف. ونلتقي إن شاء الله مع الجزء الرابع. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.